السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من آخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. هنتعرف على نتائج مباريات الجولة 32 من البداية الجمعة 16/4/2021 حتى هذا اليوم الاثنين 19/4/2021. نتعرف على نتائج ترتيب الهدافين عسرا، وترتيب طبعا الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل ليفربول أمام ليدز يونايتد، للأسف تعادل. متابعينا الكرام، الجولة 32 بدأت بتعادل ايفرتون أمام توتنهام 2-2، نيوكاسل فاز على ويست هام يونايتد 3-2، ولفرهامبتون فاز على شيفيلد يونايتد 1-0، ارسنال تعادل امام فولهام 1-1، مانشستر يونايتد فاز على برنلي 3-1. اما اليوم الاثنين 19/4/2021، ليفربول تقدم في الدقيقه 31 عن طريق ساديو ماني بهدف، ثم هدف التعادل ليدز يونايتد جه عن طريق دييغو يورينتي في الدقيقه 87، يعني خلاص المباراه كانت هتخلص. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز، ثم نتعرف على ترتيب الهدافين في الجوله 32 بعد مباراه ليفربول وليدز يونايتد. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز مانشستر سيتي ب 74 نقطه، مانشستر يونايتد المركز الثاني ب 66 نقطه، ليستر سيتي المركز الثالث ب 56 نقطه، ويست هام يونايتد المركز الرابع ب 55 نقطه، تشيلسي المركز الخامس ب 54 نقطه، ليفربول المركز السادس ب 53 نقطه، توتنهام المركز السابع ب 50 نقطه، ايفرتون المركز الثامن ب 49 نقطه، ارسنال المركز التاسع ب 46 نقطه، ليدز يونايتد المركز العاشر ب 46 نقطه، استون فيلا المركز الحادي عشر ب 44 نقطة، ولفرهامبتون المركز الثاني عشر ب 41 نقطة، كريستال بالاس المركز الثالث عشر ب 38 نقطة، ساوثهامبتون المركز الرابع عشر ب 36 نقطة، نيوكاسل المركز الخامس عشر ب 35 نقطة، برايتون المركز السادس عشر ب 33 نقطة، بيرنلي المركز السابع عشر ب 33 نقطة، فولهام المركز الثامن عشر ب 27 نقطة، ويست بروميتش البيون المركز التاسع عشر ب 24 نقطة، وشفيلد يونايتد المركز العشرين والأخير ب 14 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين هاري كين لاعب توتنهام في المركز الاول ب 21 هدف، في المركز الثاني محمد صلاح لاعب ليفربول ب 19 هدف، في المركز الثالث برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ب 16 هدف، في المركز الرابع كالفرت لاعب ايفرتون ب 14 هدف، وسون هيونغ من لاعب توتنهام، وباتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد، المركز الخامس الكسندر لاكازيت لاعب ارسنال، واولي واتكنز لاعب استون فيلا، كلهم منهم 13 هدف. خلينا نتعرف على ترتيب صناع الاهداف. النجم هاري كين ايضا متصدر صناعه الاهداف، في المركز الاول لاعب توتنهام ب 13 هدف صنعهم، في المركز الثاني برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صنع 11 هدف، وكيفن دي براين لاعب مانشستر سيتي، وجاك جريليش لاعب استون فيلا في المركز الثالث صنع 10 اهداف. المركز الرابع سون هيونغ من لاعب توتنهام صنع 9 اهداف، المركز الخامس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد صنع 8 اهداف. كان معكم محمد نور الدين من قناه من اخر الخلاصه، اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.